الوالد العزيز حبيب قلبي بمجرم حيا. او اجتمعوا الناس كلهم على ان يضروك بشيء، دعوات الوالدين تبعد عنك كل مكروه. انا في النهايه او اجتمعوا الناس كلهم على ان يضروك بشيء، دعوات الوالدين تبعد عنك كل مكروه. وتكلمت عن عاطلين العمل الرقابي، يعني 150 دينار ما في. كم شخص وفرت عليه 150 دينار من خواتنا وفقرتنا اللي يبيعون كلهم؟ قصرت البطالة وبطالة الوباء. بدل التعطل استطعنا رفع بدل التعطل لجنة تحقيق مع وزارة الصحة. تم لجنة تحقيق مع وزارة الإسكان. خلنا أكون صريح معاكم، إعداد وزارة العمل لبرنامج التدريب البطالة صفر. 300,000 وحسب خاطر الناس مع بحرينيين ينصب عليهم واحد مشاهدة تحس بيصير وسلوك مشرع. شرعت قانون طيب و15 سنة وكنت مد صعب لأي وزير كان يجاوبني في المجلس. المصلحة العليا للبلد اللي تحتها قائد، تحتها ولي عهد، تحتها مواطن. لكن الحرب اليوم مو كذي، الحرب اليوم اقتصاد بلد، عملة بلد، اعلام. شلون ادرب اقتصادك؟ شلون انزل عملتك المالية؟ عندنا اجتماع مع سمو رئيس الوزراء ولي العهد، وكان اعضاء الغرفه موجودين وهيئه المكتب موجودين، وكنت انا احد اعضاء هيئه المكتب ومجلس الشورى موجودين. وتكلم احد رجال الاعمال قال في جائحه في ازمه عندنا اقتصاد، شاد عليه ولي العهد. ما عندي اهم من صحه